إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعم المبدعين الصغار على قناة نشوان الرزمي. أوه أهلا هذا سكرين، هي أنت ولا مو معك؟ مو معي بسكوت تشتدي لك. هات لنا ثنتين ولا ثلاث حبات شني يطعم رزق أبوك ونحلين. تمام أنا شدي. إنه بالله عليك مد يا كلي هذه أبصرك إني ذرة ولا عنصرة؟ إنه عند حبتين ثلاث. أسك أمس الدقلي زق على اللي حبة بس. ما شاء الله عليكم عيال حمادي علي مخرجين صغاركم كباركم ما شاء الله مسرع حقدك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هي عمول تعمل أصباحها؟ ما أقول صدمتني سيارة بأرض مترشة دحين واحد وعالك ما حصلك من الجمال لأذانه عاد ربي شبحت داك فحتتا بالله عليك ما انتش مجنون تشول على الراكب 10,000 ما لو أنا محمل لأخي بترول غالي ما ليه يكون واحد يحكم فاميرو ويشول بالمعقول يا حاج أقول لك أزمة مشتقات نفطية حرام ما إلا أزمة فامير أب شغال بما وعيال ببترول أو هكذا ودوا لكم الرعية وانت قلت يكون نفسك صح تحرق ما أحسنكش لنت ولا أبوك وكلكم حرام شربكم حرام حتى الملابس اللي فوقكم حرام من عاد ما شحسدك وانت كل شيء لك حرام لا بس قارب بالله اللي خرج بأعمالكم يلا يلا حياك الله عبدو حرام هل تعيش يا بلادي على الحق والزبادي والغدا من بيت حمادي والغدا من بيت حمادي ياسين على من بعثس ورخص أم عشان فاجي صلحنا الشاشة طلع كانت السعيدة شوف أنا شقي بس قل له مخ تدي بيس فما هذه أيام اللي فقر دقيق اشتي لها خزن جاي لرمضان اشتي خزنة مخمخ على أقول لك تدي لك بيس على طول يلا تماما السلام عليكم. وعليكم السلام. هي ملت عمل وحق ام تربه ما على ذي ما استفدك شي ما شقيك كبير رجعك صلحك يا ام تربه ما لو قال لك شقوك ب 150,000 الحين اصلحه ب 20,000 ورجع طبه ما له ما استفدك مو سيرت لك من 150 عصا الله هي سيرت لك 130 هو ما ضيعك نفسك إلا من حقك الجلادة هذه وشتي داله يدي لك أقول لك حاجة بيني خسارة ما منش فائدة يا صاحب ولا حاجة يلا بس مشي يا حبيبي ما بوش حاجة ما بينش خسارة كل شيء يشتي ربح وخسارة الجزء العاشر قالك من الفات لا عاد انا من امس يعني بيوم تعمل 5 كتاب ايه انتجني يا جماعه هو مش الغرض من القراءه ان احنا ننتج ولا نختم عده مرات بدون ما نفهم ونتفكر بمعاني الايات الافضل انك تقرب اليوم حتى 10 صفحات وانت تتفكر بالايات والمعاني وتقارنها بنفسك وحياتك وتدري انك تطبقها بحياتك مع الله ومع الناس بما يرضي الله الا انتم لو تنتجون اغاني واحد فكر بالايات والمعاني الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
خير الصلاة. خير الصلاة. خير الفلاح. خير الفلاح. خير خير العمل. إليكم إليكم، عينوا من جاي اليوم الجامع، أول مرة يصلي بحياته. إليك إليك، اليوم بو معنا ضيف يا جماعة. لما كان شي رمضان كحنش ندي لك حليب شاهي وطنفوش نضيفك. هم جاء يصلي لنا مو رمضان. حتى عين وعورة جاء يصليني على عويل. أما لا قدمت خلوا واحد يحلف معطه بجامع ولا عذر بركة. يا جماعة عيب عليكم، بدل ما تشجعوا وتدعوا له بالهداية زدوا تهزؤوا وتعقدوا من الصلاة. ما أصلاً هو ما جاء يصلي لنا مو رمضان. شي كان من رمضان وبطل. عادي، ما حما معصوم من الخطا، وما تدري ان هذا الشهر الكريم يجي على هدايته. والله تعالى ما جعل هذا الشهر شهر العباده الا من اجل المؤمن يجدد نشاطه. ما عليك انزل صلى الله يهديك، ما تدري ورحم الراحمين يهديك وتجع ملتزم ازيد منهم. الو الو جني شله تغطيه. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. هي مو اليوم هذه هل ما كل ما حلش ما حلش كيا بس على تدي مال التانكين. مو معك اليوم بسالة بسالة، وعدهم قالوا لي موقع بهنجن قاهم من صبح لا مغرب وهم بسالة معي تروح إلا معتقات الجني بأرضهم. خلي تولي تدي مال التانكين. إنه ما شغل شبومبا الدنيا أثناء مهو؟ الدنيا أزمة. يعني معاه حصل إيش يزعل؟ إيه. حكمة الله. ما وأبا ما عليك ما خلتنيش أمي أصوم. لما خلتك تصوم؟ خلينا نسعنين. خلاص أنا شو أقول لك كيف الصيام حق السعنينين؟ تصوم من صبح لا مغرب بدون ما تلعن ولا تسب ولا تتكلم على حد، تمام؟ تمام. يلا وربي يكتب لك الأجر. تمام. يلا كان مع السلامة، قل لأمك لما تجيت يملدنا. تمام. مع السلامة. مع السلامة. على عبدكم نعمة الله تنعمكم يا مناعين يا ابن المناعين. نستهام سألة وجاههم. أها فطار، ماذا حين طلعت غدا؟ لكن يا بناوي اتنين له غدا. ماذا حين طلعت غدا؟ يلا. ملي بالله عليك للعبوا كرة لعرف البيت يمكنوا ملا تبوك 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 وين عادك تخرج تنكر عليهم هو حيكتليب لك اللي فين حقه ساعة فندات هي مستعمل لهم. ملي يا أبا اللاعن والساب مينفعشين عين عيال منهم ولا تعورك الأباهم. أما الساب واللاعن ما باللي يجرح صيامك هي تخرج عين منهم ولا قثتك الأباهم هي ما نسبطل ولا تعين. تلك آيات الكتاب المبين. أوما عوراك مشغل القرآن وانت بالفطر ما تحطوش قمل حتى بسم الله إلا بس 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 ما إله باله. ولا والله لما واحد جي شغل أغاني مين الصبح المغرب ميجي آخر الليل وقلب شقرح انزل على واحد لذيق. ما له قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا الله هديك ها واليوم ابو ترى المينك هذا قوي. يلا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معلمين. الهزاع للقيادة الرجالية والشبابية الحديثة، نهتم بذوقك ونختار لك الأفضل. أقمشة متنوعة وبجودة عالية،
الهزاء للقيادة الرجالية والشبابية والولادية، مكان واحد للثيابات الراقية والأنيقة، أسعار منافسة ومواعيد دقيقة. الهزاء للقيادة الحديثة، اختيارك الأفضل. العنوان شارع العودين الرئيسي، جولة جرعان. هيا نفر انا تولى رجال نزول نصلي هنا تولى دحين قد هو اذان عاد انا شو اللي عيني لابو رقاقات لارجع اخزن اسمورة مخمخ تخزينة بالليل وحي لتت انهم مو عفاد من الصيام حقا وانت لا الصلاة ولا شيء اهم شيء قد تخزن قلنا لك رمضة هنا الصلاة والعبادة مش عوضك لخزان ما العليم قد تفتول لك احسن لك انت لا يجي لك الموت ان انت لا صليك ولا سمك ولا سمك بالدنيا ولا بالآخرة ما لا شو اللي نطب لي حتى ورقاقات تجاه ميزلك احنا هذا اللي ورقاقات ونرجع انا لك رجع يا الله هي باوني كالفائف ايه انا كالفائف لا لا شو لا تسب وتشي تسب هذا عيني يلعبوا بما ان انتو كملكم ما لا خلوكم لا فادي ولا نتوضي يلا كل واحد يولي عند امه ولا انت واحد بمسكين خلونا في نصلي يا حاج حنا جانا نصلي اقول لك ولا عند امه هذا كله جاهل جاء اختفى الله يلا احنا ما كنا مجين هي مو يلا مو هو ها كنتوا هاي يلعبوا بما يا ابني هاي العنكبه يا با خلاهم يصلون ظننتم تعلموهم تحببوهم للصلاة ما بلا احنا جهال تجزعونا من الجامع تخلونا ما نصليش ولما احنا كبار تقولون ما تصلوش ملي يا ابني كثروا ابواب وكملوا ما وانت دارين هذه ايام فتي تدارين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امروهم لسابع واضربوهم عليها لعشر المفروض ان احنا نزيد نعلموهم الصلاة ونرغبهم للصلاة ونحببهم للعبادة يا ابني كمل امه انت دلنا دي ايام فتي ما بسمع الله على النبي وكثروا ابواب حق حمامه انا داري هم جوال ضروري يتعلمهم يا ابو لما تحصل جاهل يلعب ولا شيء انصحوا ونهيك عدو وعلمكم كيف يصلي وكيف يعمل بلى يا ابني كثروا ابواب وكملوا ما وانت دلنا دي ايام فتي علموا كيف يتوضع علموا كيف يغتسل بالماء وديكم نهيك عدو وسكي عنبي وقصرقوا عادي وخلكم يصلوا وعلمكم كيف يصلوا حبي مهم العبادة يا رجال يا صلوا اليوم يلا خلي الكرة خلي تمام يلا وانت خلي يلا بصاب بما كل واحد بليلة واحدة هو رمضان قال العبادة للصيام لازم علشان ما أكل اللي إحنا فكرنا بما أكل ما فكش بالصيام ولو من الواجب لا علشان الصيام علشان العبادة علشان ما كانش الصحابة على ذي يفكر بما أكل يجهز نفسه من شعبان يعني بصلاة وصيام وتعبد وهذا علشان ينال الأجر مش علشان ما أكل المفروض إن رمضان صرفته أقل من الشهور كلها لأنه بدل ما كان أربع وجبات بدا وصبوح وغدا وعشاء أما رمضان معاب الله فطور وسحور ورقدة ملي كانوا الناس لهم مو طرفة بترول غاذة ذي أمان الدنيا حرام هناك على غلا هذا وعلى بهذل هذين وعلى ذلك رمضان ما ينفعنا لا رمضان كلنا جاء اقتصادي المفروض إنه يصير رمضان سنة على وعلى فوق هذا جوا تجار وهذا حارب وبقلة وهذا الفعالي وقال له موسم عندهم خلاص احنا اللي توصلنا للبيت مع ذلك بنفعل به